في هذه اللحظات الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الثاني والعشرون في المجموعة الشوط الثالث لفئة القعدان الصعوبة من 1100 من مسافة 1200 متر اللي في أول المراكز. في هذه اللحظات براك لسيد حمد بن صالح بن حبونة في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات اللي في ثاني المراكز عبد الشاهم لسيد محمد بن سعيد بن قحيز في ثاني المراكز، ثالث المراكز واصل هذا مشعل لسيد راشد بن سالم بن مثيبة المري في هذه اللحظات في ثالث المراكز. اللي في اول المراكز زي الحفل الكريم كما تشاهدونه في هذه اللحظات هذا هو براك لسيد حمد بن صالح ابي نحبون المري في اول المراكز، الثاني المراكز عدو الشام لسيد محمد بن سعيد بن قحيز وفي ثالث المراكز اللي في ثالث المراكز عدو مشعل لسيد راشد بن سالم بمثيبة المري في هذه اللحظة في ثالث المراكز، لكن اللي انتزع المركز الاول وسيطر منذ الانطلاق وحتى هذه اللحظات هذا هو براك لسيد حمد بن صالح ابي نحبون اهل المري، نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز أبراك بالمركز الأول. أما اللي في ثاني المراكز هي الحفل الكريم وصل في ثاني المراكز هذا هو الشام لسيد محمد بن سعيد بن قحيز المر، وفي ثالث المراكز وصل مشرف للسيد راشد بن حمد بن قعيس المر، نقول تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقة 38 ثانية 40 جزء من السنة، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.